دلوقتي معاكم هنروح للتمارين الصباحية مع كابتن يوم سعيد. نتابع معاه مجموعة من التمارين نشوفها مع كابتن فتحي ونرجع نكمل معاكم حلقتنا. صباح الخير اعزائي مشاهدين قناه المحور وبرنامج يوم سعيد، معاكم كوتش فتحي من نور الجيم جري سكوير. النهارده ان شاء الله هنعرف ازاي نتمرن كور او بطن. التمارين اللي هنعملها هنشرح بيها ازاي نثبت عضلات البطن سواء كانت الابدونالز او الاوبليكس. ممكن نتمرنها بشكل حركه عادي او مثلا نعمل كور ستابيليتي، فهنعمل ميكس بين الشكلين دلوقتي. هنبدا اول شكل الابدونالز. هنعمل كرانشز بالشكل ده. ممكن نستهدف الابدونالز بشكل تاني، ممكن نعمل مثلا تمرين بلانج ده كور ستابيليتي، بنستهدف بيه برضو الابدونالز نفس فكره الكرانشز بس بشكل ستابيليتي اكتر بالطريقه دي. بالنسبه ممكن نعمل مثلا 3 مجاميع في 30 ثانيه بالشكل ده. كده بقى ننقل الشكل الثاني اللي هو الاوبليكس، الجنام يعني بتاعه البطن دي. ممكن نتمرنها مثلا بدمبلز بالشكل ده، كده ماسكين مثلا الدمبلز بنعمل بالشكل ده. او بنعمل سايد بلانك بالشكل ده. ممكن نغير بقى، كده الاشكال دي كلها تبقى كافيه ان احنا نتمرن الكور كله سواء الحركات اللي محتاجه سباين فليكشن او لاترال سباين فليكشن. شكرا، كان معاكم كوتش فتحي من نور الجيم جري سكوير، برنامج يوم سعيد قناه المحور.